أنا عاوز إنه أنت توجهي رسالتك لكل المشاهدين، إذا طلبت صلاة أو أمنية عندك أو إذا في رسالة على قلبك توجهيها. كلنا أذان صاغية. تفضلي أخت كاثرين. أول إشي جد بحب أشكر كل الإخوة اللي اتصلوا وشجعوني، حقيقي لمست قلبي كلمة من الأخ من الجزائر قال يمكن مرضها شفاء لآخرين، وهذا أكتر موضوع بفرحني إنه إحنا مرات الله بيسمح في حدوث أشياء مؤلمة في حياتنا حتى يمكن ناس تانيين يتباركوا منها، فكتير لمس قلبي هذا الإشي وفرحني، فبشكرهم كتير وبشكر صلواتهم. أنا بشجع كل الأشخاص في كل العالم إن كان مرضى أو غير مرضى إنهم يلتصقوا في الرب. حقيقي 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 اكتشفت إنه الالتصاق في الرب والشركة مع الرب والعلاقة الحميمة مع الرب هذه من وراها مكسب في كل الحالات. مكسب يوم أنت تكون في ضيق هو بيكون الصديق لإلك، هو يجعل مع التجربة المنفذ، هو بعطيك معونة بعطيك نعمة سنوية من فوق، ولا مرة أنت متروك لحالك. إذا ما تشعر إنه في حدا هالقد قريب منك أقرب من نفسك إلك قاعد بدير باله عليك وبيحفظك وبيطمنك في مواعيده في الكتاب المقدس أروع شعور. يمكن حتى بقوله مرات إنه النفسية بتلعب دور في علاج مرض السرطان. أنت من الإيمان والثقة في الرب نفسيتك بتعلى وهيك كمان بتحارب المرض. فالالتصاق بالرب من وراه مكسب. لكل شخص ما اختبرش الرب، لكل شخص بعيد عن الرب بقولكم خسارة خسارة. ذوقوا حلاوته، ذوقوا المعية، اختبروا صلاحه. الرب صالح، الرب صالح. لو بتمرق في ضيق، لو بتمرق في ألم، يمكن بتقول وينك يا رب، ليش لماذا تنساني كل النسيان، صدقوني هو معاكم وبتألم لألامكم وفي الآخر راح تقول كل الأمور لخيركم. بتعز كتير من قصة يوسف. يوسف يمكن في هداك الوقت شاف حاله إخوته باعوه، ارتمى في البير، اتهم بالزور، كان في السجن ما حدا اطلع فيه، داء الأمرين. يمكن شعر في هذاك الوقت يعني وين، ليش بصير فيه كل هالبلاوي هالمصايب هالإحباطات، لكن في النهاية الرب علّى من شأنه وقالت كل الأمور لخيره. يمكن هلأ أنت مش شايف الخير، بس صدقني كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وأنا بشجع الجميع يلتصقوا بالله ويطلبوا معرفته، لأن رأس الحكمة مخافة الله. لو أنت يكون عندك كل شيء في الحياة وما عندكش العلاقة مع الله، انت 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 خسران كثير. لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عشان تكسب نفسك اعرف المسيح، اعرف العمل اللي عمله عشانك، اعرف اتعرف على هذا الشخص اللي انا مختبرته في ضيقي قديش هو صالح وقديش مطمني ومعطيني هاي الفرح وهذا النفسيه المنيحه، كله بسبب علاقتي فيه.